من جانب آخر، تفاعل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مع أحد المتصلين عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، حيث كان المتصل يطالب بوجود مراكز متخصصة في التعامل مع حالات التوحد، فيما أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الرعاية المنزلية أهم من مراكز الإيواء. الآن أنا لما أخذ هذا الشخص وأرميه في مركز إيواء، أنا أبعدته عن العائلة، هذا إلى جانب كل حاجة، يريد حنان كذلك يعني. الآن هذه المراكز اللي هي يفصلون فيها أصحاب هذه الحالات إلى مراكز إيواء، الآن تسكر في العالم كله. التربية الصحيحة أنك لا تعمل هذا المركز، لأنك أنت هذا تبعده، كأنك أنت تبلي هذا الشخص بمعاشرته للآخرين. نحن في الشارقة كيف نعالج هذا الموضوع؟ نعمل شبه حجز، نعمل مراكز خفيفة صغيرة تساوي حوالي أعداد بسيطة، ما يصير البيت إلا بعد ما يأخذ جرعة التهدئة والغيره، وهذا بيكون ساكن جميل، يبقى مع أهله مع خوانه بغيره بين أمه وأبوه. يعني المركز هذا اللي بنعمله يكون مسؤول مسؤولية نفسيا وجسديا عن هذا الشخص، فهناك حتى لو تخلصت الجرعات ما عليه، بس هو في المركز. طيب الدكتور النفسي ممكن يتنقل من مكان لمكان، وهذا نحن ممكن يعني نتبع الشيخة جميلة، هي مسؤولة كبيرة عن هذا الجانب. احنا بنوفر الخدمات المطلوبة، ونوفر الكادر الطبي، بنوفر المباني، فبهذه الطريقة نحن ممكن نلبي طلب أبو خليفة.